كابتن نخله، هبدا معاك امبارح بفوز النادي الاهلي 3-2. 3-2 نتيجه لم تكن في الحسبان بالنسبه لناس كتيره جدا من الجمهور النادي الاهلي، لانه حتى رقميا لما تيجي نتكلم بالارقام النادي الاهلي في المركز حاليا الثاني بفارق ماتشين طبعا عن نادي الزمالك، ولكن المركز الثاني والمركز قبل الاخير او الاخير اعتقد نادي الانتاج الحربي. ولكن الحقيقه كابتن كشري كمدير فني مع الانتاج الحربي امبارح عمل مباراه رائعه طبعا. ولكن النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز في هذه المباراه. هو طبعا زي ما انت اتكلمت يا اسلام، مباراه كانت صعبه جدا للامانه. يعني لما نيجي نتكلم على فريق الانتاج الحربي، طبعا بكل التحيه وكل التقدير للكابتن احمد كشري على اللعيبه على مجهودهم امبارح، عملوا مباراه كبيره طبعا قدام النادي الاهلي. لكن احنا بنتكلم على النادي الاهلي بطل، بتتكلم على فريق بطوله، بتتكلم على افضل ثالث نادي في العالم، بتتكلم على افضل نادي في افريقيا. ان هو يرجع ويعمل الرجوع دوت ويقدر في توقيت صعب جدا، ومع يعني بقول ان هو بصراحه يعني دهاء من مستر موسيماني ان هو لا موسيماني ده ما بيعرفش يدرب يا راجل. لا طبعا يعني بصراحه حتى يمكن هو كان في تصريح قاله، وانا كنت موجود مع كابتن سيد في النادي الاهلي وقلت له يعني انا يعني بحترمك جدا، يعني ان انت بعد كل مباراه او بعد كل بطوله بتطلع تقول انا مدرب صغير، انا مش كبير، انا لسه بتعلم. لا انت مدرب كبير، لا انت محترم جدا، لا انت عندك فكر، لا انت عندك رؤيه. واللي حصل امبارح دليل على ان انا بقول لك عليه يا اسلام، ان هو يرجع بالرجوع دوت ويقدر يتعادل في وقت صعب جدا ويعمل تبديلات يزود الشق الهجومي بالشكل ده، والتوفيق طبعا كبير جدا من عند ربنا طبعا. لكن برضو ان يتوفق في ولتر بواليا البعيد خالص انا يمكن هتكلم عليها، لكن يتوفق ان هو يجيب جول في التوقيت الصعب ده. انا مش عايز اقول لك انت شفت فرحه لعيبه الاهلي عامله ازاي، لان فعلا احس يعني ان هم مش عارف يعني بعد نشوه الفوز والفرحه وبطوله افريقيا ممكن يكون في شويه ضرب. قبل كده احنا بنتكلم مثلا يعني الحمد لله احنا كسبنا امبارح ما خسرناش، يعني احنا كسبنا امبارح ما خسرناش. بنتكلم مثلا على مباراه البنك الاهلي نفس الموضوع برضو، شفت ناس كتير جدا جدا طلعت انتقدت. يا جماعه دي دول مش مكن لعيبه النادي الاهلي، دول لعيبه يعني بشر ممكن يغلطوا، ممكن في شويه تعب، في اجهاد، السفر كتير دوت، ممكن المباريات اللي ورا بعض كل 48 ساعه مباراه يا اسلام، ده وانت كنت لاعب كبير برضو واحمد عارفين ان يعني ايه اجهاد، فامر طبيعي. امبارح مباراه صعبه جدا جدا، لكن انا بقول اللي يعمل كده ويرجع بالشكل ده ده الفريق البطل. ده الفريق شخصيه النادي الاهلي امبارح ظهرت تمام. الروح العاليه اللي حسينا بيها في اخر حوالي 10 دقائق ان انت بتقاتل عشان تجيب جون مش عشان تتعادل. احنا تعادلنا هدف حسين الشحات، انا قلت خلاص احنا كسبنا. اول ما حسين جاب الجول احنا كسبنا. شوف حتى التبديلات كلها ايجابيه يا اسلام، حسين نزل جاب جون، بوالي نزل جاب جون تمام. انت كل اللي نزلوا فرقوا معاك، عملوا معاك الزياده العدديه زي ما انت متوقع يا مستر موسيماني. عاوز تكسب فعلا انت كسبت.